ما لقاش شكون يسمع. هو مش من بلد، من بلد من تونس، هو من بلد شقيق. ربما هذا البلد الشقيق ما سمعوش أو ما لقاش فضاء باش يبلغ صوته. جاء خصيصا من خارج تونس إلى المسامح كريم. نحب نستقبل ناجية في المسامح كريم. ناجية مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك ناجية، أهلين وسهلين. مرحبا ناجية، تفضل. السلام عليكم. تصفيقة كبيرة كبيرة على ناجية لأنها جاءت خصيصا إلى المسامح كريم. يبقى الأمل ناجية في المسامح كريم. قدم لي روحك ناجية. أنا جيت من الجزائر، ولاية الطرف القالة. أنت جزائرية؟ جزائرية. وزوجك جزائري في الجزائر؟ جزائرية. واضح. قداش عمرك؟ قداش عندك أولاد؟ 38 سنة وعندي خمسة أولاد. خمسة أولاد. مرحبا بك، أنت جيت لتونس خصيصا، حبيت تحكي حكايتك، مشكلتك. نعم. نخلي لك المجال. عندي طفيلة صغيرة، تسمى خلقتني طفلة عندها قلبها. شو اسمها بنت؟ سيرين. سيرين. قداش مولودة سيرين؟ 2004. 2004. كيفاش اكتشفت الحالة بتاعها؟ سبع ايام تسمى كي راح نديرها الفاكسان فقبها الطبيب قال لي بلي راهي عندها هي قبل فقبها عندها ثقبه في قلبها. بس للاسف من بعديك ظهرت خلقه نص قلب. خلقه نص قلب؟ نص قلب. معجزه، معجزه اصلا كي يسمع بها العالم يحير. معجزه. شي مع تسيرين هذه تصوير القلب. هي شطر قلب عندها؟ هي نص قلب. شفتها في الصوره؟ في الصوره عندها عندي الوثائق عندي كلش. نص قلب. وسيرين تطلب زرع قلب وتطلب شرايين حسب الطب محكون. عملية صعبة ياسر. لكن نجمة تعيش إلى حد اليوم. قد عمرها تو؟ 8 سنين. 8 سنوات يعني بنصف قلب. نجمة تعيش 8 سنين بنصف قلب؟ والله بقدر ربي سبحانه. بقدر ربي سبحانه. بقدر ربي سبحانه. يعني إنسان ربي ما يشي يعني يشد في ربي سبحانه. وهم حاطينها تسمى سكيدتها الخارج تاع بلجيكا حطوها ما تمشي. قالي الطبيب ما تمشيش ما تهدرش. كانت صغيرة 14 شهر ديتها. قالي نومو ما تزيدش ما تهدرش. هذا طبيب في بلجيكا؟ في بلجيكا طبيب مخصص. يعني قال مش باش تمشي ومش باش تحكي. نعم. ومش ولكن هذوما الكل تموا. للاسف تموا. سيرين كبرت وتمشي وتهدر. كبرت وتمشي وتحكي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. في الجزائر الطب غادي الله هزيتها الاطباء؟ شافها سما شافها الطب بس الغالب ما لقوش لها حل يعني شقاها. قلت لها قال لك ما نقدرش. ما نقدروش طفلة عايشة ونحن نشقها يعني القلب صعيب باش تلقاها. علاش العمليات هنا في تونس تجرى عمليات على القلب مش كما قلت أنت شطر قلب هي عندها، ولكن في تونس هناك عمليات صعبة في القلب وناجحة، في الجزائر ما فيش؟ ما عندناش، عندنا هك تاع القلب بس ما نقدرش نقول لك يعني زرع قلب يعني ما سمعتش أنا زرع قلب. لا زرع قلب حتى في تونس ما فيش. جستما لازم يعني الخارج يظهر لي في البلدان العربية الكل زراعة القلب مازال ما تطورش. ما تطورش. باهي كيفاش جاتك الفكرة باش تجي لهذا البرنامج؟ والله جابتني أماني. أماني هي رجعتني أمل في حياتي. أمان؟ أماني هذيك شكون أماني؟ زرعة القلب في لاسويس اللي تعدات في المسامح كريم. تعد نتبعها احنا في الجزائر الحصة تاع المسامح كريم. شاهدت الحصة هذيك أماني اللي عملت زراعة قلب في لاسويس. في سويسرا واللي عادت لباس تبعني البورتاج تاعها والحمد لله يا ربي. هذاك اللي اعطاك الامل؟ اعطاني الامل. انت تمنيت بنتك تلقى الحل هكا؟ اماني اعطتني الامل. علاش ما كانتش الحل في الجزائر؟ لا علاش في تونس؟ كيف في الحل في الجزائر؟ علاش انت ما خرجتش في برنامج تلفزيوني في الجزائر؟ ما عدناش برنامج. للاسف ما عدناش برنامج. ما فماش برامج مثل بس الله يبارك الحصه هذه قويه ياسر. الله يبارك. تصفيق على المسامح كريم. أقوى 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 أقوى. عندك خوف؟ قلت خيخ خاف عليها سيرين. تسمى مش معطي لي الأمل. قالوا لي في أي دقيقة تقدر تموت لك. والطب نصحوني. قالوا لي لازم سيرين ترعاها وتعسي عليها يعني تديرها دللها توكلها بيان تشربها دورها يعني في جهدك دورها على البلدان الكل تشوف. بس سيرين هنا الإنسان شدة في ربي سبحانه. سيرين تعرف مشكلتها ولا ما تعرف؟ والله ولا مخبي عليها انت؟ والله يا سي عبد الرزاق تعرف خاطر كي من خاطر نعود نحكي ولا الجيران يقول لي هاي ارتاحت سيرين هاي تمشي شويه تغيض هكا روحت تقول يا ماما وش بي انا يا ماما تعبتك يا ماما.
الله غالب ندير لها عليه والباقي على ربي سبحانه. تحبها برشا؟ حبها. أمنية حياتك أنها هي تبقى؟ صفرت على ياسر. تعبتك صحتها؟ ولو حتى سما هي قاعدة تتعب، مش لينا تتعب، سيري قاعدة تتعب، موتني وتحيا. في الليل ترقد مليح سيري ولا تتعب؟ نجي ياسر. ما تنفسش مليح؟ عندي نهار يندرك في تونس عندك، ما تعبتني ياسر. تعبتني؟ البرد، من البرد، كح، في الليل كح. وخفت قلت تموتني في تونس وكيف نروح بها للجزائر، تصدقني اقسم لك بربي، نسيت التليفون عيط على باباها ونخاف، قلت لك نزيد نرعب في الجزائر. سيرين شاح نقول لك انا، ما تدري على مكتوبك تجي للجزائر ويحكوا لك في الجزائر، يقول لك سيرين ام سيرين فريده تعبت عليها ياسر، وربي شاهد صدقني يا سي عبد الرزاق، ان شاء الله يجيبك المكتوب للجزائر، يتمنوا فيك كل اللي يشوفوك في الجزائر. أمنية حياتك؟ أمنية حياتي ان شاء الله ترتاح بنتي. قلبي حتى يصدقني عبد الرزاق عشت، والله نعطيها القلب اقسم لك بربي. هاي خذ شي كبت يا عبد الرزاق، مش بنتي ما نجيش تونس نقولك الصراحه يعني. تتمرمت جيت في وقت قاعد. يعني خلاها الرب في ايامات البرد وجيت لقيت ورجعت برشا مرات. صدقني يعني. نجا أكثر كلمة وجعتك من سيرين؟ أكثر كلمة كيقولي طبيب بنتك ما عندها شي أمل. يقولك طبيب ما عندها شي أمل؟ كان في زراعة قلب. كانش يعني نجا أنت فاهمة ما معنى زراعة قلب؟ فاهمة. شو المطلوب؟ يسمحوا لها قلبها يحطوا لها قلب. والقلب الثاني منين باش يجي؟ هذا السؤال. السؤال الصعب والخطير. صعيب. يعني سيرين باش تنجو المطلوب اخذ قلب اخر تاع شخص في لحظاته الاخيره باش يتوفى وتتم عمليه الزراعه ويكونوا الاثنين موجودين فرد وقت في المكان هو بيدو في البلد هو بيدو ثم نجاح العمليه. انا مش باش نصعب عليك لكن نقول لك الحقيقه اللي انت، هل انت واعيه بها الحقيقه؟ والله تصدقني يا سي عبد الرزاق قلبي مطمن، قلبي هاني. مرقريها هي تتموت سيرين، هي تتموت والله يا ربي. لا الموت عند ربي سبحانه. ربي هذاك سبحانه. وعلا باك نموت قبل سي عبد الرزاق، الانسان ما نحكمش، ما نقولش يا بنتي مريضه، باك نموت قبل. الاعمار بيد الله. صح. ما نقدرش نقول لك. اخواتها كيفاش يتعاملوا مع سيرين؟ والله غير. بوها بربي بوها. تعب. تعب الدفع عليه. حتى كي يخرج البحر يعيطني يقول لي سيرين ملاحه ولا لا. اش يقول لك؟ يقول لي سيرين ملاحه ولا لا، يعني في صحه جيده. متقلق على بنته برشا كبت نغير على سيرين نشوف. انت علاش جيت للمسامح كريم؟ شو الطلب نتاعك؟ شو اللي حبيت توصل من خلال هذا البرنامج؟ لا واش نطلب من الطب اللي راني نشوف فيه، يعني حتى الطب يعني تبع فيها الحساسيه سي عبد الرزاق، ما تشوفش في الجزائر وخارج الوطن. وتصدقني عندي نمرو تاع طبيب تاع سيرين، والله قال يكون عيطني عبد الرزاق الناس، والله جبت النيميرو تاعها يعني باش تحكي معاه هو يفسر لك ممكن خير مني. صدقني سي عبد الرزاق وان شاء الله امنيتي جزائري ولا تونسي ولا اجنبي يلقى طبيب يتصل بالحساديه. الحساديه الله يبارك خويا ياسر يعيشك. يعني انت تحب شكون يلقى حل لصحه بنتك؟ ربما مش زراعه زاده. ان شاء الله يا سي عبد الرزاق. ربما ان شاء الله يا رب. تقول انت اول خاطر اسمع الامل سي عبد الرزاق. ان شاء الله نقول زرع قلب وانت قلت لي ان شاء الله مش كونش زرع قلب. ان شاء الله تكون عمليه صغيره يا ربي. ان شاء الله يا ربي.
نجم. نعم. أنت مباشرة بعد ما وجهت توا النداء لإنقاذ بنتك مباشرة تروح الجزائر؟ اليوم تروح الجزائر؟ غدوة روح الجزائر. غدوة الصباح تروح الجزائر. غدوة الصباح. على أمل العودة وإنقاذ سيرين. سيرين. قبل هذا نمشيو إلى إكرام. استوديو 2 إكرام مساء الخير مرة أخرى. مساء النور مرة أخرى عبد. أهلا وسهلا بك. أنا عندي ضيف. هل هو موجود في المسامح كريم أم لا؟ ضيفتنا موجودة وحدنا في بلاتو المسامح كريم. عسلامة. قولوا عسلامة. عسلامة عمي عبد الرزاق. يا ماما ناشتة يا ماما. سيرين. نعم. أعطيني وجهك يا سيرين أعطيني. خذولي. أعطيني يا ماما وجهك أعطيني خلينا نشوفك. خلينا نشوفك. عسلامة سيرين. عسلامة. أنت وين تو؟ تبارك الله. مسامح كريم. في المسامح كريم، شكون ينشط فيه المسامح كريم؟ شكون يقدم البرنامج هذا؟ عبد الرزاق. اعطيوني تصفيق على سيري. اسمع الصوت اللي باش يكلمك، اسمع. ناجية. كلمها كلمها. سيري. نعم. اخزر لها هنا، اخزر لها هنا. ناجية ناجية ناجية. ناجية عندك الكاميرا هذه، اخزر لها غادي. هيك سيري. سيري ما تفجعش بنتي. ماما. يا ماما اسمع فيا ماما. نعم. انت تفجعش. شوف كاينها فاقت بامها اللي امها تبكي من الصوت، عرفت امها تبكي. كلم سيرين. نعم ماما. شوف ها عم عبد الرزاق. شكون بحذايا؟ سمعت صوت شكون؟ سيرينا. صوت ماما. صوت ماما. شبيك تقلقت سيرين تاوا؟ حسيتك تقلقت ماما. ما تقلقت. ما تقلقتش، انت فرحانة؟ نعم. اعطيني ابتسام. هاي هاي اضحك. توحشت بوك ولا ما توحشتش؟ عندك 10 في تونس. نعم. توحشت بابا؟ يمكن كل شيء. توحشت بابا؟ نعم. اش تعيط له انت؟ عيط له. تعيط له بابا ولا بابا ولا بابا؟ بابا. انت تحبه برشا؟ نعم. شكون تحب اكثر، ماما ولا بابا؟ ماما. ماما اكثر. شنو حظتهم سيرين هذوما ولا؟ والله باهي. امك متقلقه على شكون هي؟ متقلقه علي انا. عليه متقلقه عليك انت؟ اش عندك سيرين انت يا مال؟ يا مريضه على الشيء. انت مريضه؟ نعم. وين المرض نتاعك سيرين؟ في قلبي. في قلبك. ان شاء الله يا ربي قلبك. سيرين. نعم. شو تتمنى انت في الدنيا؟ نتمنى نرتاح. وبعد ما ترتاح تخدم على ماما وتنحي لها التعب، نكبر ونديها للحج. يا صعب عليا صعب عليا اشوف يا حبيبي وروح سيرين. نعم. سيرين. نعم. الرافية عندك ورد ذاك، شكون جبته؟ العب مسامح كريم. يا عيني. مرحبا بسيرين في الاستوديو الرئيسي للمسامح كريم. إلى البلاتو الرئيسي سيرين.
بهزك بوردك التراب هذا كان شكون؟ اوه قلبه 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 اجا كرام بحذانا بالورد متاعك يا كرام ماما اكرام هيا باش تمشي لماما هيا هيا ماما يعطيك الصحة اكرام الورد شكرا عمي عمي سيري اش بيها بنت كنت في الاستوديو الاخر فرحانه جيت هنا تقلقت علاش تقلقت بنت كيري تومك تقلق تحب تروح تحب تروح صحيح الدراري بابا عندنا سمانه في تونس حياه معاناه بالحق الحياه احيانا تعطينا الم كبير برش احيانا كي نشوفوا عينين هذه البنت صورة سيرين من الجزائر جات سيرين 20 يوم 25 يوم في تونس باش تمر في برنامج المسامح كريم عسى أن تعود إليها البسمة والحياة وصحتها عائلة كاملة تعبة عائلة كاملة هذه الأم اللي خليت بلادها وخليت رجلها وخليت أولادها ويعلم الله ماذا يحدث هناك من أجل إنقاذ بنتها كل الأبواب تسكرت أغلقت ظل باب هذا البرنامج التلفزيوني المسامح كريم عسى أن يصل نداءها إلى من يهمه الأمر أنا نحب نختم معاك أختي ناجة ونخلي لك الكلمة الأخيرة ونخلي لك باب الأمل ما نقولش الأخير إن شاء الله لكن باب الأمل إن شاء الله شنو تحب تقول؟ نشكر إخواتي الجزائريين اللي عاونوني باش جيت المسامح كريم خاصة خويا طارق أخي كذلك محمد والزوجة تاعه زوجة طارق
وبتمنى الخير ان شاء الله لتونس، يعني الله يبارك يعني ويسلمك.